ايه يا عمتي؟ الو، ايوه يا ايوب، انا اتصلت بيك كتير قبل كده، تليفونك كان مقفول. خير يا عمتي؟ في حاجه؟ لما انت تعرف الشيخ وانت اللي اديت له فلوس العمره بتاعتي، ليه ما قلتش؟ فلوس ايه؟ ها؟ بقول لك ايه؟ انا عرفت كل حاجه، وعرفت كمان اللي انت عملته مع عثمان. ما كنتش عايزك تعرفه. يا ابني انا كل اللي انا عايز اعرفه دلوقتي، الفلوس دي حلال ولا حرام؟ عمتي انا لازم اقفل دلوقتي عشان معايا تليفون مهم. يا ابني رد عليا الاول. حاضر، هجيلك لغايه عندك وافهمك كل حاجه، بس لازم اقفل دلوقتي. مع السلامه يا ايوب.